السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة سفيرس أكاديمي. كيف نكتب تعبير عن العائلة باللغة الإنجليزية؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسوف تكون سلسلة من الحلقات حول هذا الموضوع. سوف نأخذ خطوات بسيطة جدا من خلالها نتمكن من كتابة أي موضوع باللغة الإنجليزية. اضغط إعجاب على هذا الفيديو وفعل زر الجرس واشترك في القناة حتى تصلك جميع دروسنا. هيا لنبدأ بهذه الخطوات البسيطة. Let's begin. والآن لدينا مثال حول كتابة موضوع باللغة الإنجليزية. يمكنك كتابة موضوع مماثل لهذا. الخطوات سوف نبدأ بقراءته باللغة الإنجليزية أولا، ثم نفصل ترجمة جميع العبارات حتى يمكنك في نهاية هذه الحلقة كتابة موضوع مماثل مباشرة إجابة عن هذه الرسالة القصيرة باللغة الإنجليزية. تابع معنا الآن، سنقرأ باللغة الإنجليزية ثم نبدأ بتفصيل الدرس. هيا لنبدأ. Ryoko, let me tell you about my family. I live with my mom, my dad, and my big sister. We live in California. My mom's name is Carmen. She is Mexican and she speaks English and Spanish. She is a Spanish teacher. She is short and slim. She has got long brown hair and brown eyes. My dad's name is David. She is American. She is tall and little fat. She has got short brown hair and blue eyes. She works in a bank. My sister, Shania, is 14 and she loves listening to music. She listens to music all the time. She's got long brown hair and green eyes, like me. I have got long hair too. We have got a pet dog, Brandy. She is black and white and very friendly. Write soon and tell me about your family. Love, Kelly. انتهت الآن القصة باللغة الإنجليزية. سوف نفصل بالتفصيل ترجمة جميع العبارات لهذه الحلقة حتى تتمكن من كتابة موضوع في نهاية هذه الحلقة. Dear Yoko, عزيزي يوكو, let me tell you أخبرك about my family, حول عائلتي, about my family, حول عائلتي. نبدأ هكذا عندما تكتب رسالة للصديق، تبدأ أنه دعني أخبرك حول عائلتي. Let me tell you about my family. الجملة الثانية، I live with my mom. أنا أعيش مع أمي. My dad and my big sister. مع أبي. My dad and my big sister. مع أختي الكبيرة. We live in California. نحن نعيش في كاليفورنيا. بعد أن تخبر مع من تعيش، تخبر أين تعيش، ثم تبدأ بوصف أفراد العائلة. My mom's name is Carmen. اسم أمي هو كارمن. اسم أمي هو كارمن. She is Mexican and she speaks English and Spanish. هي مكسيكية وتتحدث الإنجليزية والإسبانية. She is a Spanish teacher. هي معلمة للغة الإسبانية. She is short and slim. هي قصيرة ونحيفة. She has got long brown hair. هي لديها شعر طويل وبني. And brown eyes. وعينان بنيان. هنا يمكنك وصف أفراد عائلتك بالطريقة نفسها، فقط تذكر وتغير في الألوان والأشكال البسيطة. My dad's name is David. اسم أبي هو David. He is American. هو أمريكي. He is tall and little fat. هو طويل وسمين قليلا. He has got short brown hair and blue eyes. لديه شعر بني قصير وعينان زرقاوان. He works in a bank. هو يعمل في مصرف. هنا تذكر اسم أبوك، الدولة
التي هو يأتي منها وبعض المواصفات القليلة عنه، ثم تكتب حول عمله. My sister Shania is 14. عمر أختي شانيا هو 14 عاما. And she loves listening to music. وهي تحب الاستماع إلى الأغاني. She listens to music all the time. هي تستمع للأغاني طول الوقت. She's got long brown hair. هي لديها شعر بني طويل. And green eyes. وعينان خضراوان. Like me. مثلي. I have got long hair too. وأنا لدي شعر طويل أيضا. We have got a pet dog, Brandy. ولدينا كلب اسمه براندي. He is black and white. هو أسود وأبيض. And very friendly. وهو ودود جدا. Write soon and tell me about your family. Love, Kelly. هنا تأتي نهاية الموضوع القصير عن العائلة في هذه الحلقة. أرجو منكم كتابة موضوع مماثل عن عائلتكم ووضعه أسفل هذا الفيديو في التعليقات، حتى تتمكنوا من تجربة كتابة موضوع خاص بكم حول العائلة، وبإمكاني أن أصحح لكم بعض المواضيع التي سوف تكتبونها. لذا اضغط اعجاب واشترك في القناة، فعل زر الجرس، وانتظر الحلقة القادمة حول نفس الموضوع مع مثال جديد وموضوع جديد مشابه لهذه الحلقة ولكن امثلة جديدة. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من موضوع اليوم. لا تنسوني من صالح دعائكم. كنت معكم احسان الغالبي من قناة سفيرس اكاديمي. الى اللقاء.